صفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. بونسوار. طقس ربيع معتدل عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع الاتجاه لارتفاع درجات الحرارة بالأيام اللي قادمة. رح ننتقل لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية، ورح بلش من الرباط مع 22 درجة 18 بتونس، 38 بالقاهرة. دمشق 31، 33 بالقدس، 32 درجة بعمان. بنتقل على أبو ظبي مع 31، 33 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 34 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الجمعة، طقسنا قليل الغيوم مع ارتفاع كبير وملحوظ بدرجات الحرارة، لا تتراوح على الساحل بين 16 و32 درجة، بالجبل بتوصل أقصاها ل 28، أما بالداخل ل 29 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 29، 31 بطرابلس، 28 بالكورة، 20 درجة بالأرز. الهرمل 28، 29 بالقاع، 28 درجة ببعلبك، 27 برياق. بنتقل عجبال مع 30 درجة، 22 بميروبة، 32 بجونية وبعبدة. بيروت كمان 32 درجة مع طقس قليل الغيوم. زحلة 28، 29 بشتورة، 28 بعنجر، 30 بمشغرة مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. جزين ومرج عيون 30 درجة، 31 ببنت جبال، 26 برشية. بيت الدين 27، والمناطق الجنوبية صيدا، صور، وقانا مع 31 درجة. إذن طقس بكرة الجمعة ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وقليل الغيوم، لا تتراوح على الساحل بين 19 و32 درجة، أما بالنسبة لنهار السبت فالحرارة بتتراوح بين 20 و28، نهار الأحد تنخفض الحرارة لتوصل أقصاها ل 22 وأدناها لل 15 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 10 و20 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.